السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض يونت 1. إن شاء الله النهاردة آخر فيديو في يونت 1، هنخلص مع بعض اليونت بالكامل النهاردة. لكن قبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تشوف القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. لكن قبل ما نبدأ إن شاء الله حسب لكم كل فيديوهات الماس موجودة في أول تعليق مسابقة تحت الفيديو، وكمان هتلاقوها في قوائم التشغيل وكمان على قناتي على التليجرام. يعني كده نبدأ مع بعض. هنبدأ مع بعض الاول ب lessons from 8 to 10. هنا عنوان دراستنا النهارده modeling decimal subtracting. طبعا المره اللي فاتت احنا اخذنا الاديشن، النهارده هناخد subtracting الطرح، وهناخد كمان عندنا الاستيميتنج. يلا كده مع بعض في البدايه نشوف درسنا بيتكلم عن ايه. فين معايا درسنا النهارده بعنوان subtracting decimals. اخذنا المره اللي فاتت adding decimals يعني جمع الاعداد العشريه، تمام. وفاكرين لما اخذنا كمان المره اللي فاتت عندنا mini ways او mini strategies احنا كنا بنحل بيها الاستيميشن، فاكرين؟ قلنا لما بيقول لي اعمل استيميت انا بستخدم اني استراتيجي، اي استراتيجيه من اللي احنا شرحناها. وطبعا الاستراتيجيه المهمه كانت عندنا اللي هي rounding استراتيجي، دي اللي بتعتمد على place value على القيمه المكانيه. يعني انا بشتغل على الوانس ولا الهندردز ولا التينز ولا الهندردز وهكذا، تمام. طيب وكنا كمان بنقول في الاديشن، كنا بنقول لو عندنا هنا في مثلا عندنا تينز وهنا هندردز، وهنا عندنا الناحية التانية او الرقم التاني في تينز وهندردز وثاوزندز، ما ينفعش ان انا اعمل لهم اديشن. يبقى انا لازم احط عندنا هنا زيرو كده في البداية علشان انا اقدر ان انا اساوي ما بينهم هما الاتنين في عدد الديجيتس، تمام. نفس الشيء بينطبق على السبتراكتنج ديسيمالز على طرح الاعداد العشرية، تمام. فانا مش هطول معاكم وقت الفيديو، هبدا احل على طول معاكم الاسئله، ومن خلال الاسئله هنبدا نتعرف ازاي نعمل سبتراكشن للديسيمالز. تعالوا كده مع بعض. طبعا ده اكسرسايز نمبر 6، بيقول استيميت ايتش اوف ذا فولوينج. هنا عندي هو مش محدد انا هشتغل على ايه، فبالتالي او استخدم اي استراتيجي، فبالتالي انا هستخدم اي استراتيجيه انا بكون عارفها. طيب انا بحب استراتيجية ايه؟ انا بحب عندي راوندينج، وقلت دي افضل استراتيجية. طيب هشتغل على ايه؟ هشتغل على التنس. طيب اسألها اقول لها اللي قبلك ده ريتش ولا بور؟ هتقولي ده بور. هيديها حاجة؟ لا مش هيديها حاجة. فعندنا السكس دي هتبقى زي ما هي، يبقى انا حط التو وحط البوينت والسكس ماينس، تمام. هبدأ اعمل كمان عندنا هنا التنس، قبلها مين؟ قبلها ريتش، هتديها 1 فالناين دي هتدي عندنا الفايف 1 هتبقى 6، يبقى عندي 1.6. هنا عندنا في طبعا 1 ديجيت وهنا في 1 ديجيت، هعمل سبتراكشن واحل على طول. هقول 6 ماينس 6، في عمليه السبتراكشن للديسيمالز زيها زي عمليات السبتراكشن اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. عندنا النمبر الاول هعمل له سبتراكت مع النمبر الاول، هقول 6 ماينس 6 عندنا 0. في هنا بوينت هنزل البوينت، 2 ماينس 1 عندنا 1، فالناتج بتاعي هقول 1. يبقى معنى كده انا مش شرط ان انا احط كل ده، فانا هقول بس عندنا ال1، تمام. طيب تعالوا هنا انا هشتغل على ايه؟ هشتغل على الوانز، هشتغل على وانز. ليه يا ميس؟ عشان هنا عندنا طبعا مفيش رقم قدام دي، فبالتالي انا هشتغل على وانز. هسالها اقول لها اللي قبلك ده ريتش ولا بور؟ هتقول لي اللي قبلي ده ناين، طبعا ريتش. هيديها 1 فعندنا هيبقى 36، تمام. هقول له ماينس، عندنا هنا برضو بشتغل على الوانز، هسالها قبلك ايه؟ ريتش. هتديكي 1 هتبقى عندنا 11، يبقى 6 ماينس 1 عندنا 5، 3 ماينس 1 عندنا 2، يبقى 25، تمام. مفيش اسهل من كده. طيب تعالوا كمان هنا عندنا، يلا نشوف مع بعض عندنا هشتغل على ايه. هشتغل على التنس، ممكن اشتغل على هندرد يعني زي ما تحبوا، انا هفضل اشتغل على التنس. قبلها مين؟ قبلها عندنا 5 ريتش ولا بور؟ طبعا الفايف دي الفايف ريتش، هتديها 1 فهتبقى عندنا كام؟ الناين دي هتبقى 10، فهنزل عندنا الزيرو واحط البوينت واحط عندنا 1، يلا هكتب ماينس. عندنا هنا برضو هشتغل على التنس، قبلها ايه؟ قبلها بور، هتديها حاجة؟ لأ، يبقى زيرو بوينت عندنا 7. تعالوا كده نعمل ايه؟ هنعمل سبتراكشن، هقول له ايكوالز، هقول زيرو ماينس 7 طبعا ما ينفعش،
هاخد من اللي جنبها هتبقى زيرو، وعندنا الزيرو ده هيبقى تان، تان ماينس 7 عندنا 3، هحط البوينت طبعا زيرو ماينس زيرو هينزل، يبقى عندنا 3 تانس. عندي الارقام دي ارقام بتكون غير حقيقية، دي ارقام استيميشن، يعني لو انت استخدمت اي استراتيجية تانية غير الاستراتيجية اللي انا بحل بيها هيطلع لك نمبرز هتكون مختلفة عن النمبرز دي. تعالوا هنا عندنا هنعمل ايه، هنشتغل على، تعالوا نشتغل برضو على التنس. هنا الفور قبلها ايه، قبلها وان، الوان طبعا دي فور هتديها حاجة، لا يبقى عندنا التو هتنزل بوينت عندنا فور ماينس، هنا هشتغل برضو على التنس قبلها مين، قبلها فور، الفور فور مش تديها حاجة يبقى وان بوينت تو، يبقى عندنا وان بوينت، وان بوينت تو هقول ايكوالز، هقول فور ماينس تو عندنا تو، احط البوينت 2 ماينس 1 عندنا 1، يبقى الاجابه بتاعتي 1.2. تمام، طيب تعالوا هنا كمان اشتغل على ايه، هشتغل على مثلا الوانز، تعالوا هنا فين الوانز، الوانز اللي هي الفور، هسال اللي قبلها انت ريتش ولا بور، هتقولي انا بور، هتديها حاجه لا، يبقى عندنا 114، هقول كام ماينس، هنا هسال عندي برضو اللي قبلها 7 هتديها طبعا 1 هتبقى 100 عندنا 14 equals، هقول 4 minus 4 عندنا 0، 1 minus 1 0، 2 minus 1 عندنا 1، يبقى عندي الإجابة 100. تمام، هو ده درسنا، سهل وبسيط ما فيهوش أي حاجة. هنا عندنا جايب مجموعة من المودلز النماذج، تعالوا نحلها. طيب طبعا هو هنا في البداية عاوزني أكتب الرقم اللي هنا والرقم اللي أنا هعمل منه subtraction، وعندنا الناتج كله عن طريق المودلز دي. طيب فاكرين برضو لما اخدنا قلنا عندنا الكولم ده بتين وده عندنا تين، يبقى 20 كده عندنا 30 40 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 87، يبقى ده عندنا بيمثل لي كام، 87 point. طبعا الشكل ده كله اصلا عندنا hundreds، يعني 8700 ماينس ماينس الاجزاء اللي هو عامل عليها اكس دي، معناها ان هو شال منها او هو اخد منها. طيب اخد قد ايه، اخد الكولم ده كامل، يبقى الكولم ده عندنا 10 عندنا كده 20 21 22 23 24 25، يبقى اقول له ماينس عندنا كام 25، هقول 7 ماينس 5 عندنا 2، 8 ماينس 2 عندنا 6، احط البوينت واحط زيرو. تمام فاهميني. طيب تعالوا كمان واحده، دي كلها كام، دي كلها 10 وكده عندنا 10 يبقى كده عندنا 20، يبقى احط كده ال 20 عندنا والبوينت واحط زيرو ماينس عندنا دول 1 2 3 4، 4 دول من ايه، من عندنا 100، فهكتب كده 0.04 لان دي عندنا ايه، عندنا 400. تمام طيب تعالوا كده نحل مع بعض، هقول 0 ماينس 4 ما ينفعش، هتبقى دي عندنا 10 ودي عندنا كام 1، 10 ماينس 4 عندنا 6، 1 ماينس 0 1، حط البوينت وحط عندنا 0. تمام عندنا دي كلها كده 10 20 30 40 50 51 52 53، وعندنا هنا 54 كده 54، يبقى عندنا 54 حط البوينت وزيرو ماينس، اخدنا كام عندنا، اخدنا كده كولم كامل كده عندنا 10 11 12 13 14 15 16، يبقى هقول له 0 بوينت عندنا 16، يبقى نعمل سبتراكشن، هقول 4 ماينس 6 ما ينفعش، هتكون عندنا 14 ودي عندنا 4، 14 ماينس 6 عندنا 8، 4 minus 1 عندنا 3، حط البوينت وحط 0. طبعا عندنا الاثنين دول مع بعض هما الاثنين، فدي بتمثلنا كلها كام، دي بتمثلنا هول، يعني واحد صحيح. طيب معاه كام الواحد الصحيح ده، معاه هنا عندنا قلم وده عندنا قلم، يبقى كده عندنا 10 كده 20 21 22، يبقى عندنا ده 1 هول اللي هو 1 هول. تمام نكتبه هنا، احط البوينت طبعا قلنا كام 10 20 21 22، يبقى عندنا 22 ماينس عندنا اللي عاملين عليه علامة الاكس ده، ده عندنا كده 10 كده 20 21
21 22 23 24 25 26 27 يبقى هقول له 0 بوينت عندنا 27. هقول 2 minus 7 ما ينفعش، هقول عندنا دي هتبقى 12 ودي 1. 12 minus 7 عندنا 5. 1 minus 2 ما ينفعش هتبقى 11 وهاخد من دي هتبقى 0. 11 minus 2 عندنا 9. احط البوينت وحط عندنا 0 تمام. شوف اللي بعده، هنا هو عندنا مدينا المعادله بتاعتنا، هو هنا عندنا عاوزنا احنا نعمل المودلز. طب يلا مع بعض، يلا مع بعض. احنا قلنا عندنا كده عندنا ده 10 تمام، كده عندنا 20 30 40 طبعا كامل القلم 50 60، عندنا كده 1 كده 2 3 4 5 6 عندنا كده 7 تمام. طيب بيقول ماينس عندنا 49، يبقى عندي القلم ده كله تمام، القلم ده كامل هعمل كده ليه كانسل، والقلم ده كده عندنا 2 عندنا كده 3 وعندنا كده 4 تمام، عندنا الكولمز الفور دول عندنا كلهم هعمل لهم كانسل تمام. طيب يبقى لغايه فين؟ لحد هنا كده 9، يبقى عندي القلم ده كله تمام ما عدا عندنا اخر واحده، يبقى عندنا بقى كام؟ يبقى بقى عندنا الكولوم الكامل ده كده عندنا قول 10 11 12 13 14 15 16 17 وعندنا في واحده هنا يبقى كده 18. يبقى انا هقول له الاجابه بتاعتنا 0 بوينت وهكتب كده 1800. قول كام؟ بيقول عندنا 1، يبقى عندنا حط القلم ده كله كامل تمام عشان ده تنس، فعندنا القلم كامل بيقول ماينس عندنا 900، يبقى عندنا كام كده 1 هعمل كنسل كده 2 3 4 يعني هشيل منهم تمام كده 5 6 7 8 عندنا كده 9، يبقى بقى كام؟ شايفين معايا بقى 1 بس اللي هو السكوير ده، يبقى عندنا 0.01 طبعا هندردز تمام. طيب تعالوا نحل واحده كمان، بيقول 3900، يبقى عندنا كده 1 القلم ده كامل، كده عندنا 2 القلم ده كله وعندنا كده 3. بيقول 9 يبقى عندنا هعمل كام سكوير؟ 1 2 لحد فين؟ لحد هنا عندنا يبقى كل السكويرز دي. بيقول اعمل كانسل او بيقول هنا ماينس عندنا 1300، يبقى كده عندنا كده ده كله كده 10 كده عندنا هعمل طبعا كانسل ليه تمام. طبعا احنا ممكن نستخدم الالوان لكن انا بس بستخدم القلم الرصاص، فانا هنا بوضح ان ده كلها هعمل لها كانسل. وكان عندنا 3 كده 1 كده عندنا 2 كده عندنا 3 بقى كام؟ ده عندنا قلم كامل تمام كده 10، هنا هقول 11 12 13 14 15 16 17 18 هنا عندنا 19 طبعا كده 20 21 22 23 24 25 عندنا كام 26. يبقى الاجابه بتاعتي هقول له 0.26. تعالوا نشوف اللي بعده، تعالوا نحل الجزئيه دي. الجزئيه اللي فوق سهله، تعالوا نحل الجزئيه دي شبهها برضو. طيب هنا بيقول كام؟ بيقول عندنا 2 لكن لاحظوا معايا عندنا ال 2 دي هول تمام، يبقى هول يبقى معناها الشكل ده كله كده كامل بيمثل لي 1 هول، والشكل ده كله كامل بيمثل لي 1 هول، يبقى انا هعمل كلر للشكل ده كله بالكامل تمام. الشكل ده كله كده كامل عشان ده 1 هول وده عندنا 1 هول، يبقى كده عندنا كام؟ عندنا 2. بيقول 34 فعندنا التنس عندنا كده كام؟ كده عندنا 10 كده 20 كده عندنا 30 هلون عندنا 3 كولمز. وبيقول 4 يبقى هعمل 4 سكويرز صغيرين 1 2 3 كده عندنا 4 تمام. بيقول ماينس عندنا 1 يبقى انا هعمل كانسل ده كله. طيب بيقول ماينس 1 عندنا كمان في ايه؟ شايفين معايا في هنا 1 وهنا عندنا في 1900، يبقى انا هسيب ده كامل تمام وهعمل 1900، يبقى هعمل كده عندنا ده الكولم ده كله كامل هعمل له كانسل وهعمل كمان 9 يبقى 1 2 3 طبعا كله العمود ده كله او الكولم ده كله هعمل له كانسل لحد هنا، هيبقى معايا طبعا السكوير ده ومعايا الكولم ده ومعايا كمان دول ومعايا ال1 هول ده
يبقى اول حاجة احط الوان هول بتاعي تمام، واحط كده البوينت كده عندنا 10، يبقى كده 11 12 13 14 15، يبقى بقى عندنا كام 15. طبعا هي هتكون واضحة معاكم اكتر لو انتوا بتستخدموا الالوان تمام. طيب هنحل الباقي ده لوحدنا طبعا بنفس الطريقة علشان لسه معايا اسئلة كتيرة عاوزة احلها معاكم. complete the table. طيب بيقول هنا estimating difference، هو عاوز الاستيميت وعاوز هنا actual difference. تعالوا كده مع بعض، احنا قلنا بنشتغل على ايه، بنعمل عندنا rounding تمام. طيب هنعمل rounding. انا مثلا هعمل هنا عندنا rounding to the nearest مثلا tens، فين التنس عندنا اللي هو 9. طيب هسأل اللي قبلها ريتش ولا 4، طبعا الفور دي 4 هتديها حاجة؟ لا مش هتديها حاجة، فبالتالي عندنا هقول 3 واحط البوينت واحط الناين ماينس، برضو بشتغل على التنس قبلها طبعا 4 هيديها لا، يبقى 1.2 equals 9 minus 2 عندنا 7، هقول البوينت عندنا 3 minus 1 عندنا 2، يبقى 2 and 7. طيب الاكشوال ديفرنس عملية سبتراكشن عادية خالص، انا ممكن احط الارقام تحت بعضها زي كده وممكن احلها كده مش هتفرق. تعالوا مع بعض نبدأ نحل، هقول 4 minus 3 عندنا 1، طبعا انا بجيب الناتج هنا الحقيقي، لكن هنا طبعا لو كل واحد يستخدم استراتيجية مختلفة فبالتالي ممكن عندنا الناتج ده يطلع مختلف، لكن الناتج ده لازم يكون صح. طيب تعالوا هنا هقول 4 minus 3 1، 9 minus 2 عندنا 7، حط البوينت هقول 3 minus 1 عندنا 2 تمام. طيب تعالوا نحل واحدة كمان، هشتغل على ايه، هشتغل على التنس برضو، قبلها مين، قبلها 7 ريتش ولا 4، طبعا 7 عندنا ريتش هتديها 1 هتكون عندنا 10، يبقى حط 0 وحط البوينت وهعمل اب هيدينا عندنا 1، هقول minus هنا عندنا ال 8 عندنا قبلها 2 4 هتديها حاجة لأ، يبقى عندنا 0 point وحط ال 8، هقول 0 minus 8 ما ينفعش هستلف من ده وده هيبقى 10، 10 minus عندنا 8 طبعا 2 يبقى 0 point 2 دي الانسر. طيب هنا الحقيقي 7 minus 2 عندنا 5، هقول 9 minus 8 عندنا 1 هحط ال point تمام، بعد كده في 0 طبعا minus 0 طبعا عندنا 0 يبقى عندنا كام 1500. طيب تعال نحل واحدة كمان، تعالوا نحل دي، هقول هشتغل على ايه، برضو هشتغل على التنس، قبلها reach ديها 1 يبقى عندنا 4 point عندنا 5 minus هنا عندنا برضو عندنا 3 قبلها 2 مش تديها حاجة، يبقى 4 minus 4 point عندنا 3 نحلها، يبقى عندنا 2 point وهنا عندنا 1 هنا عندنا سوري 0. تعالوا كده نحل مع بعض دي، 5 minus 2 3 4 minus 3 1 احط البوينت 4 minus 4 عندنا 0 يبقى عندنا كام 1300 تمام. طيب تعالوا كده بعده، طبعا مسائل كلها سهلة، هنا عاوزنا نعمل سبتراكشن عادية خالص، 1 minus 1 0 طبعا هنا قد بعض، يبقى بحل على طول لو في هنا رقم مش موجود بحط مكانه 0، يبقى 8 minus 3 عندنا 5، 7 minus 5 عندنا 2 وحط البوينت وحط 0 هنا واحدة عندنا، شايفين طبعا هنا عندنا مش زي بعض فبالتالي بحط 0 هنا وحط 0 هنا، هقول 0 minus 5 ما ينفعش دي هتبقى 10، وطبعا دي 0 يبقى هتبقى 9 وعندنا 5 هتبقى 4، 10 minus 5 عندنا 5، 9 minus 7 عندنا 2، 4 minus 3 1 احط البوينت احط عندنا الزيرو تمام. هنلاحظ نفس الشيء برضو عندنا، لازم احط هنا في زيرو عشان يكونوا زي بعض، فهنا عندنا هقول 10 وهنا عندنا هاخد منها 1، 10 minus 4 6 1 minus 2 ما ينفعش هاخد مين اللي جنبها تبقى 5، ودي 11 11 minus 2 عندنا 9، 5 minus 1 4 4 هحط عندنا البوينت طبعا بتاعتنا تمام، هقول عندنا كده 14 لان 4 minus 8 ما ينفعش هقول 14 هنا هاخد منها 1 هتبقى 2 هتبقى 1، 14 minus 8 عندنا 6، 1 minus 9 ما ينفعش هاخد من اللي جنبها تبقى 4 وهي 11، 11 minus عندنا 9 2 تمام، 4 minus 4 0 احط القمة بتاعتي 4 minus 2 عندنا 2 تمام.
طيب تعالى نشوف اللي بعده، نحل مع بعض. هقول 3 ماينس 2 عندنا 1، 7 ماينس 6 برضو 1، 4 ماينس 3 1، احط البوينت عندنا 5 ماينس 3 2. تعالوا هنا في المسألة دي، فهنا عندنا شايفين لازم الاول نحط 0 علشان تكون معايا زي بعض، فهقول 9 plus 0 equals 9 و 5 plus 2 equals 3 و 6 minus 3 equals 3، حط البوينت و 8 minus 4 equals 4. تمام. تعالوا هنا نفس الشيء برضو، هقول 6 طبعا هنا خلاص دي زي بعضها، ف 6 minus 9 لا ما ينفعش، هعمل ايه؟ هاخد 1 من اللي جنبها تبقى 5، وال 6 دي هتبقى 16، 16 minus 9 equals 7 و 5 minus 0 equals 5، احط البوينت وهنا 4 minus 2 equals 2. تمام. تعالوا نشوف اللي بعده، تعالوا نحل دي. شايفين معايا هنا بيقول طبعا دي مسألتنا مسألة addition وفيها كمان minus، شايفين لكن هنا في عندنا fraction لازم نحول الفراكشن ده الاول. طيب عندنا هنا 1400 كام؟ عندنا طبعا 1400 طبعا دي هول، احط البوينت وعندنا 1400 معناها كده. تعالوا نعمل addition، هنعمل addition الاتنين دول وبعد كده هنعمل subtraction من الناتج اللي هيطلع. 7 plus 9 عندنا 16، هعمل up 1 plus 2 3، 3 plus 3 عندنا 6، احط البوينت 5 plus 8 عندنا 13، هقول له minus عندنا النمبر ده اللي معايا، هقول 6 minus 4 2 تمام، و 6 minus 1 عندنا 5، و 13 minus 3 عندنا 10، يبقى هي دي الانسر بتاعتي. تعالوا نحل النوعيه دي من المسائل، بيقول هنا كومبليت، انا عندنا النمبر ده بيقول بلس كام، بيدينا النمبر ده. طيب هنلاحظ اول هنا في كام؟ عندنا في ديجيت واحد وفي ديجيت واحد، يبقى انا بسيطه خالص هقول عندي 6 بلس كام بيدينا 6، او ممكن اخد الرقم ده واجيب الرقم ده وراه واقول عندنا 1.6 تمام، وتقريبا كده اسهل. هحولها الماينس، هقول equals 6 minus 6 واحط هنا 0، احط البوينت عندنا 9 minus 1 عندنا 8، وطبعا انا ممكن اكتب 8 ومحطش عندنا البوينت والزيرو دول. تمام. طيب بعد كده هنا فيه برضو هجيب الرقم ده هنا واحولها minus واحط ال 8، طبعا هنا فيه عندنا 2 digits يبقى احط هنا 9 minus 0 هقول 9، هقول 5 minus 8 ما ينفعش هقول 15، هاخد هنا عندنا من 7 تبقى 6، 15 minus 8 عندنا 7، احط عندنا البوينت وهنا كمان عندنا سوري دي بوينت طبعا، هقول 6 minus 4 عندنا 2، بعد كده هقول 7 minus 5 برضو 2 تمام. هنا كمان عندنا دي مختلفة، هنا عندنا طبعا الرقم الكبير عندنا هنا بيقول minus الرقم ده، انا هقول ده minus ده تمام عشان يدينا الرقم اللي هنا، فهنا عندنا فيه 2 digits لكن هنا عندنا فيه 3، هحط الزيرو هنا هقول 0 minus 6 مينفعش، هاخد عندنا دي هتبقى 10 ودي هتبقى 6، 10 minus 6 4، و 6 minus 8 مينفعش هقول 16 وهاخد من اللي جنبها هتبقى 1، سوري ال 2 دي هنا تبقى 1، 16 عندنا minus 8 8، بعد كده في 1 minus 2 ما ينفعش هتبقى 11 و 6 هتبقى 5، 11 minus 2 هقول 9، احط عندنا البوينت واقول 5 minus 3 عندنا 2 تمام. زيها برضو بنفس الفكرة، حلوها لوحدكم. تعالوا هنا في الجزئية دي، طيب شايفين معايا هنا عندنا طبعا دي بلس وهنا عندنا في الرقم بتاعي، وده معنى كده ان الرقم هنا عندنا بيكون صغير بيكون سمول، لما اعمل له بلس مع ده هيدينا الرقم ده كبير، قول ده ماينس ده يبقى عندنا 5 ماينس 9 ما ينفعش، هقول 15 ماينس 9 عندنا 6، احط البوينت طبعا احنا خلنا من دي 1 هتبقى 5، 5 ماينس 3 2. طيب هنا عندنا شايفه ديجيتس يبقى انا احط البوينت واحط 0 واحط 0 هنا، هقول ده ماينس ده هيديني ده، هقول 0 ماينس 5 ما ينفعش هتبقى دي 10 ودي هتبقى 9 ودي هتبقى 9 ودي كمان هتبقى 9، واخر حاجة عندنا دي هتبقى 0، 9 minus 5 5 و 9 minus 8 عندنا 1، احط البوينت اللي معايا 9 minus 7 عندنا 2،
وناين ماينس فور عندنا فايف، يبقى هي دي كده الانسر بتاعتي. طيب تعالوا نحل الجزئية دي. طيب شايفين معايا اول حاجة عندنا الفراكشن ده زي ما شرحت قبل كده، الديمونيدور لازم يكون الديمونيدور عندنا 10 او 100 او 1000. طبعا الفايف دي تعالوا كده على جنب هنا من تحت، فهنا عندنا 3/5 دي ايكوالز عندنا كام الديمونيدور لازم يكون عندنا 10 او 100 او 1000. فهنا لو قلت 5 تايمز 2 هيدينا 10، يبقى فوق كمان هقول تايمز 2 هيدينا 6، يبقى دي ايكوالز عندنا كام 6 تنس بالشكل ده. يبقى عندنا الفراكشن ده بيساوي كده. طيب يبقى عندنا دي معناها ايه، او دي بتساوي ايه؟ بتساوي طبعا انا هحطها هنا، هتساوي عندنا 3 بوينت عندنا اللي هي السكس دي، تمام. طبعا الثري دي عندنا اللي هي الهول اللي هو ده. طيب طبعا احنا عارفين مسألتنا هنا ماينس، طالما هي ماينس معناها ان الرقم اللي بيكون هنا عندنا ده بيكون ذا بيجست، الكبير. الكبير لما اعمل له ماينس من الصغير بيدينا برضو رقم صغير. طب احنا عاوزين الكبير، يبقى اكيد احنا هنعمل ده بلس ده مش ماينس، ده بلس ده، تمام. يبقى ده بلس ده هيدينا الرقم اللي هنا. طيب هنا عندنا في 3 ديجيتس، يبقى انا كمان برضو هقلده واحط 3 ديجيتس، هقول 0 بلس 4 عندنا 4، 0 بلس 3 عندنا 3، و 6 بلس 6 عندنا 12. احط البوينت واعمل اب 1 بلس 3 4، 4 بلس 7 عندنا 11، يبقى هو ده عندنا الرقم بتاعي دي طبعا 11، تمام. الشيء المسألة دي برضو طبعا هنا عندنا في 2 ديجيتس، يبقى انا كمان احط هنا عندنا 0 عشان يكونوا زي بعض، وابدا ان انا اعمل عمليه ايه اديشن، ده بلس ده هيديني الرقم اللي هنا. طيب تعال نشوف اللي بعده. قالتنا ماينس، يبقى اقول 9 ماينس كام بيدينا 5، هقول 4. 6 ماينس كام بيدينا 4، 6 ماينس 2، 5 ماينس 4 هيدينا 1. طيب بقى هنا برضو ماينس، طالما ماينس يبقى احنا عارفين اللي فوق ده هو ذا بيجست، كام ماينس 1 هيدينا 2، او احولها اقول 2 بلس 1 هيدينا 3. طب هنا هقول 1 ماينس 4، 1 ماينس 4 كام عندنا؟ ما ينفعش، يبقى دي عندنا 11 ودي عندنا 4. 11 ماينس 4 هقول 7، 4 ماينس 2 هيدينا 2، 9 ماينس 4 هيدينا 5. طيب تعالوا هنا، هنا عندنا مسألتنا ماينس. طب هنا بيقول كام ماينس 8 هيدينا كام؟ 9 ماينس 8 هيدينا 1، 7 ماينس كام بيدينا 7 طبعا عندنا 0، 5 ماينس كام هيدينا 1، 5 ماينس 4 البوينت طبعا موجودة، 3 ماينس 3 عندنا 0، 1 ماينس 1 0 وعندنا 1 هينزل. طب تعالوا هنا، طبعا اللي فوق هو ذا بيجست عشان مسألتنا ماينس، يبقى هقول 5 بلس 7 عندنا 12، احط ال 12 كلها؟ لا. طب هعمل ايه؟ هيبقى في 1 عندنا معانا، خليكم كده معايا فاكرينه. 9 بلس 9 عندنا كام؟ عندنا 18، تمام. 9 بلس 9 عندنا 18، اكتب ال 18 ديت؟ لا مش هكتب ال 18، هكتب الاكبر من ال 18. ليه يا مس هكتب الاكبر من ال 18؟ اكبر من 18 عندنا كام؟ عندنا 19، صح. وخليكم فاكريني لسه برضو معانا 1، فاكريني ال 1 اللي احنا طلعنا بيه هنا، الوان ده انا لما اجي استلف من دي، دي هتبقى 8، ف 8 ماينس 9 عندنا كام؟ ما ينفعش، فهتكون عندنا 18، 18 ماينس 9 عندنا 9، تمام. عشان الواحد اللي كان مع، عشان الوان اللي كان معانا لسه برضو احنا كمان معانا 1. طيب هقول ايه؟ هقول 8 بلس 3 عندنا 11، 11 وعندنا في 1 يبقى عندنا 12، برضو لسه معانا 1 كمان. ليه؟ لما اجي انا استلف من دي، احنا 8 ماينس 9 ما ينفعش، قلنا 18 وخدنا 1 من اللي جنبها، تمام. فعندنا هنا دي اصبحت كام؟ اصبحت 11، 11 ماينس 3 عندنا 8، تمام. وجينا اخدنا برضو 1 من اللي جنبها، فانا هقول 2 بلس 1 عندنا 3، 3 هزود عليها 1 هتكون عندنا 4، تمام. عشان برضو هاجي استلف منها هتبقى عندنا 3، لما اقول 3 ماينس 2 هيدينا 1. نقول put the suitable relation، عاوز نحط العلاقة الصحيحة. هنا طبعا more than و equals و عندنا less than، فهنا 5 minus 1 equals 4، احط ال point و 3 minus 2 equals 1،
هنا دي بلس 5 ماينس 1 ايكوالز 6. طبعا قبل ما بحل بتاكد ان كله زي بعضه اللي بيكون افتر الديسيمال، فطبعا هنا زي بعضه خلاص. هنا 2 بلس 3 ايكوالز 5، هنا 5 هنا 1، خلاص عندنا دي ذا بيجست. تمام. طيب هنا طبعا هنا عندنا زي بعض 2 ماينس 3 ما ينفعش، هاخد منها طبعا تبقى 12، واللي جنبها تبقى كام؟ هتبقى 2. 12 ماينس 3 عندنا 9، و2 ماينس 9 ما ينفعش هتبقى 12، و7 هتبقى 6. 12 ماينس 9 3، حط البوينت، 6 ماينس 1 عندنا 5. طب تعالوا هنا طبعا زي بعض، يبقى 8 ماينس 2، 8 ماينس 2 6، عندنا 3، حط البوينت وهنزل ال6، هنا 6 وهنا 5، يبقى عندنا دي ذا بيجست. تعالوا نحل تحتها على طول، هنا في طبعا زي بعض تمام، يبقى عندنا 9 ماينس 9 0، 8 ماينس 0 عندنا 8، احط البوينت، 9 ماينس 0 عندنا 9، و9 ماينس 9 طبعا 0. هنا عندنا طبعا ده هول، يبقى لازم احط قدامه كام؟ 2 زيروز، يبقى احط الاول البوينت واحط 0 واحط 0. 0 ماينس 1 ما ينفعش، هستلف منها تبقى ناقتين، وهي دي هتبقى 9 ودي هتبقى كمان 9 ودي هتبقى 0، يبقى 10 ماينس 1 9. طيب بعد كده في 9 ماينس 0 9، احط البوينت وهقول 9 ماينس 1 عندنا 8، هنا 8 وهنا 9، يبقى ده عندنا ذا بيجست. تمام. طيب تعالوا نحل، هنا بيقول 8 بلس 2 10، اب 1 بلس 1 2 بلس 8 10، احط عندنا البوينت واعمل اب، 1 بلس 6 7 بلس 3 برضو عندنا 10. 6 ماينس عندنا طبعا هنا في 2 ديجيتس وهنا في واحد بس، بحط 0. 6 ماينس 0 6، 5 ماينس 5 0، حط البوينت، 7 ماينس 7 0، 8 ماينس 7 عندنا 1، هنا عندنا 10 وهنا 10، هنا 0 0 0 وهنا 6، يبقى على طول عندنا دي ذا بيجست. تمام. مسائل سهله، طالما انا عارف اعمل عمليه الاديشن او عمليه السبتراكشن يبقى معايا الدرس ده سهل وبسيط بالنسبه لي. تعالوا معايا في الجزئيه دي، اول حاجه عشان احل الجزئيه دي بلاحظ هنا في thousands وهنا thousands وهنا thousands، يبقى بقول 98000، يبقى عندنا كده 98 كده عندنا 0 واحط البوينت 0 اقول له ماينس، بيقول 5000، يبقى عندنا 0.00 وعندنا 5، يبقى 8 ماينس 5 كام؟ 8 ماينس 5 عندنا 3 ايكوالز 9، هتنزل وحط 0 وحط البوينت والزيرو، بيقول بتساوي كام عندنا؟ ايكوالز كام؟ 1000، يبقى انا احط بس عندنا اللي هو ايه؟ 93 فقط. تمام. يبقى هكتب كده 93000. طيب بيقول كام هندرد؟ فين عندنا هندرد اللي هي 9، وكام عندنا thousands اللي هي كام؟ اللي هي 3. طيب هنا عندنا 57000. مسألتي هنا في طبعا 2 digits وهنا 2 digits، دي انا ممكن احلها على طول وممكن اعملها زي ما عملت فوق كده، 57000 عندنا 7 minus 2، هكتب كده على طول 5، 5 minus 1 عندنا 4، فهنا 45. فين ال hundreds؟ ال hundreds اللي هي ال 4، وفين ال thousands؟ عندنا ال 5. هنتلخبط ومش هنعرف نجيب على طول بالشكل ده، يبقى انا ممكن اقول 57000 اكتبها عندنا 0 بوينت كده 57 سوري، وهنا طبعا في 0 ماينس 0.0 واحط ال 12 دي اسمها كده عندنا 12000، وابدا ان انا احل عادي، هيدينا كام؟ 0.0 عندنا اللي هي 45. طبعا انا بشيل عندنا اللي هو ال 0 والبوينت دي بشيلهم واحط بس عندي النمبر بالشكل ده. تمام. طيب تعالوا نحل اللي تحتها على طول، المسائل دي بنفس الصيغه وبنفس الطريقه اللي انا حليت بيها المره اللي فاتت. تعالوا كده هنا في الجزئيه دي عندنا هنا في 8 tens، طبعا دي مختلفه، هنا 42000، تعال نكتبها 8 tens، يبقى عندنا 0 بوينت وعندنا كده 8، عشان كده انا بفضل ان احنا نكتبها وبعد كده نبدا نحل. وفي كمان هنا برضو لاحظت ان هنا كمان في برضو اجزاء مختلفه، طيب هنحلهم بعد كده. هقول ماينس عندنا 42000، يبقى 42000 تمام، ايكوالز كام؟ طبعا هنا عندنا دي في هنا 1 ديجيت وهنا في كام عندنا؟ 2 ديجيتس، هنا عندنا في 3 ديجيتس، بحط 0 وحط 0. تمام. هقول 0 ماينس 2 ايكوالز 0 ماينس 2 ما ينفعش،
هتبقى 10 ودي هتبقى 9 ودي هتبقى 8 ماينس 2 8 وهنا 9 ماينس 4 5 وال 8 دي اصبحت 7 7 ماينس 0 عندنا 7 احط البوينت واحط عندنا 0 تمام هي الانسر بالشكل ده هاخد بس عندنا دول واحطهم هنا تمام كام تنس عندنا التنس اللي هو 7 والهندرز اللي هو الفايف والثاوزنز اللي هي الايه تمام طيب تعالوا كمان نحل دي هنا عندنا 500 يبقى عندنا 0.0 وعندنا بحط الفايف ماينس عندنا 24000 يبقى 0 فوق 0.024 equals طبعا هنا عندي كمان بحط 0 0 ماينس 4 ما ينفعش هقول 10 10 طبعا دي 4 10 ماينس 4 عندنا 6 4 ماينس 2 2 و 0 هتنزل والبوينت وحط 0 thousands اللي هي 26 والهندردز طبعا اللي هي 2 وعندنا thousands اللي هي 6 تمام طيب نشوف مع بعض اللي بعد تعالوا نحل مع بعض أسئلة تشوز أول حاجة بيقول 9 طبعا زي بعض بحل على طول 9 ماينس 0 equals 9 1 ماينس 4 ما ينفعش 11 ماينس 4 ودي طبعا هاخد منها 1 تبقى 3 11 ماينس 4 equals عندنا 7 و 3 ماينس 2 1 نحط البوينت و 2 ماينس 1 equals 1 فين اللي هي B اللي جنبها بيقول هنا estimate هشتغل على ايه هشتغل على الهول هنا عندنا الفور دي قبلها 0 هديها حاجة لأ 4 ماينس عندنا التو دي قبلها 9 تديها حاجة فتبقى 3 يبقى 4 ماينس 3 equals 1 تحتها 7 تنس ماينس ده عندنا 100 7 تنس قلنا معناها كده صح ماينس 6300 معناها كده عشان يبقوا زي بعض حط 0 ف 0 ماينس 3 equals ما ينفعش 10 ماينس 3 equals 7 وهناخد من دي 1 يبقى 6 ماينس 6 equals 0 وحط البوينت وهنا عندنا 0 فهنا بيقول ايه بيقول 100 بيقول 100 عاوزة 100 يبقى انا عندنا هقوله times 100 تمام هاخد البوينت دي طبعا عشان دي times 100 هطلع بيها خطوتين فعندنا كده 1 يبقى 2 يبقى الاجابة بتاعتي 7 عندنا 7 tenths minus 7000 يبقى 7 tenths عندنا بالشكل ده هقول له ماين 7000 بحط كده 0 بوينت هنا 0 0 عندنا 7 عشان يكونوا زي بعض احط 0 0 فهقول 0 ماينس 7 ما ينفعش 10 ماينس 7 ايكوال 3 طالما دي اصبحت 10 يبقى دي هتبقى كام هتبقى 9 و7 دي هتبقى 6 مع عشان 0 دي كمان 10 فالتالي لما ناخد منه 1 هيبقى كام يبقى 9 و7 ناخد منها 1 تبقى 6 فهنا 10 ماينس 7 ايكوال 3 و9 ماينس 0 ايكوال 9 و6 ماينس 0 ايكوال 6 وحط البوينت وحط 0 فين عندنا اللي هي A تعالوا لتحتها 700 وهنا 7000 تعالوا نحلها اقول ايه 700 يبقى عندنا 0.0 عندنا 7 ماينس 7000 0.007 عشان يكونوا زي بعض زي ما قلت حط 0 ف0 ماينس 7 عندنا ما ينفعش هتبقى 10 ماينس 7 ايكوال 3 ودي اخدت منها 1 اصبحت 6 6 ماينس 0 6 واحط عندنا هنا 0 ماينس 0 0.0 بيقول هنا عاوزها 1000 يبقى هقوله تايمز 1000 تمام هنا هاخد البوينت واطلع بيها 3 بليسز 1 هنا 2 هنا 63 تمام لما طلعنا قدام بالبوينت عندنا دي برضو بنفس الشيء لكن هنا عندنا في فكرة هنا عندنا دي هاف هاف دي معناها ايه معناها 0.5 هاف معناها 0.5 وطبعا هنا عندنا في 2 ديجيتس يبقى احط هنا كمان عشان يبقوا زي بعض ف5 بلس 0 ايكوالز 5 و5 وهنا بلس 0 ايكوالز 5.7 كده طبعا دي كمان هسويها 5 بلس 0 5 وهنا 0 بلس 2 ايكوالز 2 حط البوينت و4 بلس 3 ايكوالز 7 هنا 25 لكن هنا 55 يبقى عندنا دي ذا بيجست تمام تعالوا اللي بعدها يبقى نختار العلامة دي دي خلاص نفس الفكرة برضو حلوها لوحدكم تعالوا هنا تعالوا هنا هنا شايفين معايا طبعا هنا ايه بيحاول ان هو يلخبطنا هنا after point في 2 digits لكن هنا في 1 digit احط كده 0 وال 0 minus 9 ما ينفعش هتبقى 10 ودي 8 8 minus 9 1 8 minus 9 ما ينفعش تبقى 18 واللي جنبها 8
يبقى التين ماينس ناين عندنا ناين، احط البوينت واقول ايت ماينس عندنا الناين ما ينفعش، هقول التين جنبها دي اصبحت ايت، ايت التين ماينس ناين عندنا ناين، والايت هتنزل فين عندنا اللي هي اخر واحدة. الرقم ده ماينس ده بيدينا ده، طيب هنا في 2 ديجيتس وهنا في 2 ديجيتس، تمام يبقى 8 ماينس 2 6. طب هنا عندنا كام؟ ماينس ال 8 هيدينا 4. طيب احنا قلنا لو قلنا 8 بلس 4 عندنا 12، يبقى عندنا 12. 2 ماينس ال 8 ما ينفعش، هستلف منها دي هتبقى عندنا 12 ودي هتبقى كام؟ 3. يبقى لما اقول 12 عندنا ماينس ال 8 هيدينا 4، و 3 ماينس 9 ما ينفعش هتبقى 13 ودي هتبقى 8، 13 ماينس 9 4 وال 8 هتنزل، يبقى عندنا الإجابة دي كام؟ اللي هي 2. تمام. طيب تعالوا هنا، هنا عندنا في ال 9 طبعا دي هول، لازم أنا أحط البوينت وأحط 0 0 0 علشان يكونوا قد بعض، فهنا هقول 0 ماينس 3 ما ينفعش، هقول 10. طالما في زيروز بقعد استلف وتبقى 9 لحد ما اوصل لاول رقم يقابلني واخد منه، هيبقى اقل منه وده عندنا 8. هقول 10 ماينس 3 عندنا 7، وعندنا 9 ماينس 5 4، و 9 ماينس 6 3، احط البوينت واقول 8 ماينس 4 هقول عندي 4، يبقى عندنا الاجابه لنا اللي هي دي. تمام. طيب بعد كده برضو نفس المسألة دي برضو زيهم، عندنا هنا في طبعا 3 وهنا في عندنا هنا في 1 ديجيت وهنا في 3 ديجيتس، يبقى احط عندنا 0 0 وهقول الرقم ده ماينس الرقم ده في الاخر هيديني الاجابة اللي هي دي. تمام سي. طب تعالوا هنا معايا، بيقول which of the following يعني بيمثل لي الموديل ده. طيب الموديل ده بيمثل طبعا ده كله عندنا تاني، ده 20 ده عندنا 30 ده عندنا 40، يبقى دي كلها بتمثل لي كام؟ 40. اقول له ماينس عندنا مين؟ عندنا اللي هو عامل عليهم كانسل دول، ده عندنا 10 ده 20 21 22 23، يبقى 0 بوينت هقول 23، يبقى عندنا اللي هي دي اللي هي عندنا فين اللي هي دي رقم بي. تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض اللي بعده، الدرس معايا في يونت 1 وهو ليسون 11. طبعا الدرس ده كله بيتكلم عن ستار بروبلمز، عن المسائل الكلاميه، فتعالوا كده مع بعض نحل اكسرسايز نمبر 7 ونبدا نحل اول مساله. بيقول علا سيفد، علا وفرت قد ايه من الجنيهات، وهير براذر حسام، وقد ايه اخوها حسام برضو وفر من الباوندز من الجنيهات. فايند سام، طالما هنا بيقول عاوز سام يبقى هقول له ده بلس ده، يبقى انا هقول له كده عندنا النمبر بتاعي اللي هو ده بلس اللي هو ايه اللي هو عندنا 8 بوينت، واحط كده ال5 عشان اساويهم واحط 0. 5 بلس 0 ايكوالز 5، و2 بلس 5 ايكوالز 7، حط البوينت 7 بلس 8 ايكوالز 15، 1 بلس 1 ايكوالز 2، له ايه هقول له باوندز. تمام. سلمى هاز، بيقول عندنا قد ايه من الباوندز، هي اشترت قد ايه بيقول من الالعاب، وبعد كده بيقول هاو ماتش ماني ريميننج ويز سلمى، كم المتبقي معاها. طالما هنا جايب عندنا ريميننج يعني متبقي، يبقى مسألتنا على طول ماينس، فهقول ده ماينس ده. تمام. يبقى عندنا هقول كده 90 تمام ماينس الرقم ده. تمام. بعد كده خلاص هنا عندنا طبعا لازم اسويهم واحط هنا زيرو، هتحلوها خلاص لوحدكم زي ما اتعلمنا عشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو اكتر من كده، فهيدينا الناتج في النهايه ده هقول له ايه باونس. ذا سام اوف تو نمبرز يعني مجموع رقمين، بيقول ده اند وان اوف ذم واحد منهم ده، فايند ذا اذر، بيقول مجموع بيكون بتاع تو نمبرز مجموع رقمين اللي هو الرقم ده، يعني الناتج في النهايه هو ده. تمام. واحد من الرقمين دول اللي هو ده، في حلين، الحل الاول اني انا ممكن اقول عندنا اللي هو 6 الرقم ده تمام، واحط البوينت واحط 3 ماين او 2 4 واقول ماينس اللي هو ايه الرقم اللي معايا اللي هو ده، ده حل. الحل الثاني ان انا اقول النمبر ده هقول بلس نقط يدينا اللي هو الرقم اللي هو ده، فانا افضل الحل ده ان انا اعملها ماينس افضل ما اعملها بلس، ممكن حد يتلخبط لكن عندنا الطريقة دي افضل.
طبعا هنا عندنا في 3 ديجيتس، يبقى انا احط هنا 0 علشان يكونوا ايه زي بعض، واعمل ماينس عادي جدا واحلها لوحدي. هتحلوها لوحدكم. هنا a farmer has a piece of land، فلاح عنده قطعه ارض. its area المساحه بتاعتها قد كده. he planted a part of it، هو زرع يعني جزء منها. its area المساحه بيقول قد كده، فهو عاوز هنا find left area. شايفين معايا عاوز الاريا المتبقيه. وهي كلها كام؟ هي كلها عندنا 80.74 ماينس اللي هو عندنا الموجودة دي عندنا 53.2، هقوله equals. تمام؟ طبعا هنا عندنا حط 0 وبعد كده أبدأ أحل. هنا عندنا فاني سبوت عندنا اشترى قد ايه من الكيلوغرامات من الأبلز وقد ايه من تين. find the total weight of apple and fig together، عاوز طبعا التوتال بتاعهم كله كام. يبقى انا هقوله ده بلس ده، سهلة جدا دي خلاص زي ما هي جاهزة. هقول 8 plus 6 equals 14، اعمل up. 1 plus 9 equals 10 plus 4 equals 14. تمام؟ يبقى هقول له رقم ده كده ايه كيلو جرام. بعدين المسألة اللي بعدها بيقول ايفون هاز معاها قد ايه من الدقيق. she wants to make a cake، هي عايزة تعمل كيك for her children لأطفالها. if the cake needs، لو الكيك محتاج قد ايه 2 كيلو جرام of flour. how many more ايفوني كان يزيد عدد الدقيق عن اللي هي محتاجاه. تالي هي معاها كام؟ هي محتاجه 2 كيلو جرام. يبقى انا هقول له 2 كيلو جرام ماينس اللي معاها، هي محتاجه 2 كيلو وهي معاها الرقم اللي معايا ده. تمام؟ انا هوسعها شويه عشان المساله دي طبعا فيها لسه شغل. هقول ماينس 1.275. طبعا هنا عندنا في 3 ديجيتس، يبقى احط كده بوينت و0 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 وابدا احل. فهقول 0 ماينس 5 ما ينفعش، هتبقى دي 10 ودي 9 ودي 9 ودي 1. ف 10 ماينس 5 5، 9 ماينس 7 2، 9 ماينس 2 7، احط البوينت. 1 ماينس 1 ايكوال 0، فعندنا في النهايه الناتج اللي هو ده، هو ده اللي محتاجاه من الكيلو جرام اوف فلاور. تمام؟ طبعا هي مش واضحه. تعالوا نشوف اللي بعده. بيقول حسام معاه الرقم ده واخته سيس سيستر هند معاها الرقم ده برضو. شايفين معايا ملاحظين، هو طبعا هنا بيتعامل فوق مع ال اي، لكن هنا عندنا بياستر فلازم احولها الاول قبل ما اعمل اي حاجه. فطبعا هقول ديفايدد 100، احط البوينت فين؟ احطها هنا. يبقى عندنا 9 بوينت كده 80. تمام؟ دي كده عندنا بال اي. find the difference، الفرق ما بينهم هما الاثنين. فعطول هقول الرقم ده عندنا، هقول ماينس ده، يبقى 9.80 ماينس طبعا ايه؟ ماينس الرقم اللي فوق اللي هو عندنا الفور، وعندنا 0.25 هيدينا كام؟ هيدينا 5.55 اللي هو كام ال LE. تمام؟ اللي هو الجنيه عندنا. طيب تعالوا بعد كده نحل المسألة اللي بعدها. هنا هاز، هنا معاها قد ايه؟ she wants to buy a pair of shoes، هنا معاها 200 جنيه وعاوزة تشتري، يعني بيقول ان هي احذية او جزء من الاحذية بكام عندنا بالمبلغ ده، وهتشتري شنطة بالمبلغ ده، وهتشتري كمان فستان، وطبعا كلهم عندنا بالجنيه بالال اي. can she buy all what she wants، هل هي هتشتري كل اللي هي عايزاه؟ ليه؟ انا هعمل ايه؟ انا هعمل addition، هقول ده بلس ده بلس ده. تمام؟ طبعا عندنا الناتج في النهاية 215، هقول 0.8 طبعا هيديني في الاخر الرقم ده، وهي طبعا معاها 200، فبالتالي هي مش هتقدر تشتري اللي هي عاوزاه. طيب هنا في بيقول نايل بيرتش، يعني بيقول سمكة من اسماك النيل، يعني بيقول طولها قد ايه، وبيقول يعني وزنها برضو قد ايه، بيقول 8 ويز يعني وزنها كام من الكيلوغرام. and the، وفي كمان عندنا الكات فيش دي برضو وزنها كام من الكيلو جرام وطولها كام من السنتيمتر. يعني هو هنا عندنا بيكتر في الكلام، لكن هو في النهاية عاوز what is the total mass، عاوز كل الكتلة بتاعته. الماس الكتلة، يعني هو عاوز الوي يعني الوزن بتاعه كام. يبقى عندنا دي وزنها كام اهو، والتانية وزنها عندنا ده، يبقى هقوله على طول ده بلس ده. تمام؟ يبقى عندنا ده بلس ده هيدينا كام؟ طبعا انا خلاص حليت اكتر من مرة عندنا مسائل الجمع والطرح دي، ففي النهاية هيدينا الرقم ده، هقول له كيلو جرام.
تمام. طيب you will now يعني الآن travel from من خرطوم، هتسافر من الخرطوم to جوبا in south Sudan يعني في جنوب السودان to see علشان تشوف the source of يعني مصدر the white، مصدر the white Nile اللي هو النيل الأبيض. trip الرحلة دي كام عندنا من الكيلومترات، وبيقول ان جوبا بيقول ان هي موجودة على الضفة يعني بيقول ضفة النيل الأبيض، يعني هو كلام كتير يعني ملوش اي لازمة. وبعد كده بيقول ان المسافة بيقول يعني قد ايه من الكيلومترات، فهو هنا اول حاجة طبعا عاوزنا نحط المسافات ونحط الارقام دي. طيب تعالوا كده نكتبها، هنكتب اول حاجة الرقم الاولاني، تمام. عندنا طبعا ده فين؟ ده في ones، يبقى عندنا ده في ones يبقى هنا، وبعد كده 9، بعد كده 4، بعد كده عندنا 1، وفي اخر حاجة عندنا 10 اللي هي 2. والرقم الثاني اللي هو ده، ده عندنا موجود فين؟ طبعا ده في hundreds، يبقى 6 8 7.9، تمام. فهو بيقول لك طبعا ده بلس ده، يعني انت في النهاية هتقول الرقم ده كده بلس الرقم ده، في الاخر هيدينا كام الناتج؟ عندنا 2، حط الكومة 2609، احط عندنا البوينت والوان هقول له كيلو مترز. طيب تعالوا هنا the total length of the تحيا مصر bridge is، بيقول لك يعني طول الكوبري بتاع تحيا مصر ده عندنا كده. سليم رودز هيز بايك، سليم ركب العجلة بتاعته along، بيقول على طول the pedestrian section يعني على امتداد كوبري المشاة. he rode من الكيلومترات before he had a flat tire، قبل يعني العجل ما يتطير او العجل يعني ان هو يتخرم. how many more kilometers، يبقى كام عدد الكيلومترات؟ طبعا برضو مسألة واضحة، فانا هقول له الرقم ده عندنا ماينس الرقم ده، يبقى ده ماينس ده، طبعا هنا عندنا مش زي بعض، فبالتالي انا هحط زيرو هنا واحل المسألة بتاعتي. طيب ده بيقول ذا تحيا مصر بريدج واز بيلت، تحيا مصر بنت عندنا كوبري، بيقول using 200 cranes، بيقول ان كوبري تحيا مصر ده لما اتبنى استخدموا فيه حوالي 200 آلة رفعة اللي هو يعني زي الونش. the cranes varied in size، كان متنوع في الحجم and weight، و between عندنا ما بين كام وبين عندنا كام من التونز. طبعا بيقول ان ال 1 طن ده بيساوي عندنا 1000 كيلو جرام. what is the difference، عاوز الفرق ما بينهم هما الاثنين كام، يبقى انا هقول له عندي النمبر اللي هو ده، عشان ده طبعا ده عندنا ذا بيجست الكبير، هقول له ماينس عندنا الرقم ده هيدينا عندنا كام 537086، هقول له طنز، تمام. طيب بيقول هنا رشاد and his father went on a fishing trip to Lake Nasser، رشاد وبابا ذهبوا لرحلة صيد لبحيرة ناصر. they each caught a huge، يعني اصطادوا قد ايه عندنا من الكات فيش دي، كات فيش اصطادوا منها قد ايه. بعد كده بيقول the first one، الاولى اول واحد وزنها قد ايه عندنا كانت من الكيلوغرامات، and the smaller one والصغيرة كان وزنها قد ايه كيلوغرامات، هو عاوز يعرف وزنهم كلهم، يبقى مسألتنا سهلة، دي عندنا بلس، هقول له ده بلس ده هيدينا ناتج في النهاية عندنا الرقم اللي هو ده، هقول له كيلو جرام، يبقى اقول ده مسألتنا بلس. نكون خلصنا مع بعض يونت 1 بالكامل، اتمنى ليكم التوفيق والنجاح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. thank you for watching، باي باي.